رجعنا سوا من بعد الاعلان ومتابعين حلقتنا لليله، وهلا اخر انجاز. اليوم باخر انجاز برعايه موقف بيروت معنا شاب طموحه كبير للبنان افضل، عبارا عن موضوع بحيد بالمنطقه الحمراء طلب من كافه المواطنين تدوين عليه ارائهم للبنان افضل. من 6 أشهر تقريبا قام بوركشوب مع مصممين لبنانيين واوروبيين لاستعمال التصميم كوسيله ايجابيه لحل المشاكل بالمجتمع اللبناني. التفاصيل مع كريم بدره. مساء الخير كريم، تفضل. مساء الخير كريم، واهلا وسهلا فيك. ثانك يو. خبرنا شوي اكثر عن المشروع، شو هو عاد مزبوط؟ هي عباره عن كم شاب لبناني وبنت امريكانيه اشتغلت معنا وعملنا بحث طويل عن المشاكل اليوميه اللي عم بيواجهها اللبناني بالكهرباء. لقينا مشاكل، مثلا فتنا مواضيع مثل مشاكل تكات الساعه، مثل السرقه، مثل الفتيل الكهرباء والموتور. فلقينا انه اللبناني عنده قدرة حلوة انه هو يحل مشاكله بنفسه، ولقينا انه اذا بنعطيه المعلومات الكافية في يتصرف ليتقدم بهالحلول. وشو عملتوا؟ عملنا مثل جهاز بيقرا الكهرباء بالبيت. بيقول لك اذا بيساعدك انك بإدارة فاتورتك، بيقول لك اذا حتك الساعة، بيحذرك من تغيرات بالفولتاج اللي بيأذي ابلاينسز بالبيت. واهم شيء كيف بحسك اذا رح تكس، يعني اذا محمل كثير معقول تك الساعه؟ لا يعني اذا انت عندك 5 امبير ببيتك وهو جهاز بيعرف هيك، انت عم تقرب على 5 امبير بيقول لك والله اذا حتك الساعه ولا لا. دونك بتعرف وقتها بدك تطفي شيء، اذا بدك تطفي شغله وتضوي شغله. نور بتقول لك. نور اسمه. نور اسمه هذا الجهاز؟ ايه. عندنا صور عن جهاز؟ عندك عن عندك فيديو للانترفيس تبعه النور. نعم. اللي هو طريقه استعمال نور. وعندك صور لبحثنا نحن، كيف قعدنا حكينا مع الناس وطريقه الاساليب استعملناها للبحث. خلينا نتابع سوا هالفيديو. نور. Your eye on electricity. Here in the front you can see your power flow, your power source, and your bill so far, and the watts you're using right now. You can even see your monthly costs. Kilowatt hours used this month. Your current bill, including tax. And your CO2 emissions so far. كريم بدرك، هيدا الديفايس هين واحد يركبه؟ يعني في واحد يركبه ولا بدك دائما حدا اخصائي او كهربائي؟ اخصائي، بس حلاوته انه كونه هو غير عنه هو مركز على السوق اللبناني وعلى حاجات اللبنانيه، انه هو سعره منه مثل الاسعار العاليه، فانت فيك انت تركبه مع اخصائي وما بكلفك كثير. قد ايه سعره تقريبا؟ يعني اوطى من 60 70 دولار. مسوق مين عم بيعمل برودكشن تبعه؟ انتوا هذا مشروع الجامعه كان؟ نحن هذا لا، هذا كان ورك شوب، ورشه عمل. عملتوا بروتوتايب؟ عملنا بروتوتايب وكونسبت. فقدرتوا تبيعوه لتجار لبزنس؟ لا بعد، ما هي هي الفكره، انه نحن هلا عم نحاول ناخذها من فكره لواقع ايجابي بلبنان. عم بتصنعوها؟ رح يتم تصنيعها بلبنان ولا ما فكرنا فيها بعد؟ كريم، ما فكرت فيها. شو الفرق، سوري عم تحكي عن المكنه والجهاز، بس شو الفرق بينه وبين الفولت متر والامبير متر العادي؟ يعني هلا بيشوفه شخص بيفهم بالكهرباء بيقول انه طيب هذا فولت متر وامبير متر. ايه ما هي بس جيب فولت متر بالبيت ووصله على الايفون تبعك يعطيك، هذا منه كثير هين. بتعمل له فيك فاتورتك على الفولت متر؟ هي الادد فاليو بالسوفت وير. بتعطيني الفاتوره؟ فاتورتك. اوكي. بتقول لك اذا حطيتك الساعه، بتقول لك امتى الدوله رح تشيل كهرباء. تعطيني قد ايه صرفت؟ بتقول لك امتى الدوله رح تشيل كهرباء. في عندك، ما هي كيف اوصف لك اياها، انه انت مثل اذا عندك كمبيوتر ضخم لشركه واذا عندك لابتوب. اوكي. نحن جهازنا بيعطي كل انواع المعلومات للمواطن العادي اللي ما بده خبير يفسر له شو عم بيصير. يعني بيقول لك كل هالاشياء بطريقه هينه وحلوه. بيوقف شغلكم. وان شاء الله اللبنانيه كمان. تينو كلام، كيف بتلاقي هالانجاز؟ عجبني انا كيف الديفايس تبعكم بيعدمي التوقعات، انه رح تقل كهرباء، رح في شيء اخذ امبير. كنتوا سميتوها ميشيل حايق بفتكر، كان قدر خد مره خساره. هذه المريم نور. على فكره عرضوها شيء على الوزير، وزير الطاقه؟ لا بس مش غلط، اكيد مش غلط. حكينا شوي صغيره مع شركه الكهرباء، وصرنا ناخذ ناطي، بس ما وصلنا على مرحله انه والله
لازم هل بتقلك قد ايه هالمكنه بتقلك قد ايه صرفت كهرباء؟ ايه بتقلك فاتورتك نص الشهر كمان بتخفف. هذه كثير مهمه تنقدر نعمل مع اصحاب الموتورات يعني نقول لهم مظبوط تعمل فرق هي نشرعهم هي بركي لمساعد اكثر من انه هي للبيع. رولا منصور من الاخر يعني انا ما حسيت حالي شوي ما عم بفهم كثير وحسيته مش مكتمل وشي بذكرني بفاتوره الكهرباء انا سوري كريم ليه سرامي انا ما كثير حبيت زينة. انا ما فهمت بس انت بوليتيكال ساينس وليش فتت على الكهرباء يعني شو جذبك بهالموضوع؟ لا ما يعني انا فتت بعلوم سياسيه يعني انا حاب احسن لبنان اوكي فلقيت فرصه لحسن لبنان خلال هالفرصه خلال هؤلاء الناس واشتغلت معهم بالموضوع. برافو بس احسن كريم كنت بالاول مني انعان ابدا بالمشروع لما سالتك فولت متر بس هلا لما فسرت لي كيف لك فاتورة الكهرباء وخاصة انه هلا لازم الكهرباء اذا الفاتورة غلط بقول لك ادفع بعدين تشكى هيدي ريحتني فيها بقى هيدي بعطيك لك كثير ما سالك نحن انا لك للفكرة حبيتها كثير ما بعرف الابلكيشن تبعيتها اذا رح تفيد بس انه كانجاز بحس يعني بيقدر يطلع عن انجازات بعد اكثر وهيدي لاخر انجاز معقول يطلع لك اياها ومن الاخر بقول لك هذا أنا أكيد مع خاصة إنه إذا بتفيد البلد وفيكم تحسنوا فيها أكيد أنا أكيد معك دي جونتوري تا أنا تا كريم بدرة بتقول مين لازم ينزل يتك الساعة أو لا يعني دور مين بالبيت إذا تكي إذا بدك فيك تزيدوها بابا بيروت حبيت تفتح لك حساب وتحول لك مبلغ رمزي لكن كم ثمزة طلعنا؟ 4 1 2 3 4 يعني 2000 دولار كريم بدرة والأماونت رح يكون 2000 دولار ورح يتحول على حسابك ألف مبروك كريم بدرة وشكرا كثير لوجودك معنا الليلة